خلصنا من الجي 7، رحنا لقمة سويسرا برضو علشان أوكرانيا، ما هو ده الطفل المدلل دلوقتي. قادة 91 دولة ومنظمة بيشاركوا في أول قمة حول السلام في أوكرانيا. الكلام ده كان في سويسرا، ولكن طبعا حدث ارتباك في القمة، لأنه طبعا روسيا قالوا لا روسيا ما تحضرش. لما يكون في اتنين عايز توجد ما بينهم سلام، مش تجيب الاتنين تقعدهم مع بعض وتقول لده بلاش وده عيب وده ما ينفعش ونوصل لنقطة تلاقي طالما هنحل، وبعدين ده انتوا عددكم كبير يعني. فحسوا ان لا ما ينفعش، وقفلوا الدنيا على كده وقالوا لا لازم روسيا تيجي. شددت مسودة البيان الختامي للقمة على ضرورة إجراء الحوار بين جميع الأطراف دون اللي هم اللي معنيين، علشان ما يكونش القرار أحادي. طيب خلينا معانا فيديو نشوفه سوا ونرجع نكمل كلام. تفضل. عند قمة بوردنستوك السويسرية تعقد أول قمة دولية تهدف إلى إطلاق محادثات سلام وإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا بحضور. طيب دلوقتي لو كل الطلبات اللي طالبها بوتين من أوكرانيا، هل هو بيطلب الطلبات دي تعجيز لأوكرانيا، ولا هو واثق من انتصاره، ولا تعالي بس مش أكتر؟ اعتقد يعني للتقدم العسكري اللي عاملاه روسيا وشايفينه على ارض الواقع، هو زيلينسكي معتمد على ايه؟ معتمد على الناس اللي احنا شفناهم في الفيديو اللي قبل كده، الناس بتوع الجي 7 دول، وبايدن اللي عمال يغلي علينا الدنيا هنا ويبعت له الفلوس هناك، ومش كده وبس، واخد فلوس روسيا كمان وبيديله الفوائد والارباح، وفي النهايه ناس بتموت وجنود بتموت وفلوس رايحه وبس. غاب عن الامر ده الصين، وده بيقول انه يعني بيخيب الامال، وبيتهم زيلينسكي بكين بمساعده موسكو على تقويض القمه، وهو الاتهام الذي نفته وزاره الخارجيه الصينيه. اوفت بايدن نائبته كاميلا هاريس بدلا منه، الامر الذي اثار حفيظه كيف، يعني انت بعت لي ليه حد صغنن؟ طب ما انت لسه كنت معايا ولسه واخد، والراجل قايل لك مليارات وملايين و و و ليه مش عاجبك الست؟ ما هي زي الفل وكويسه، سألنا احنا. فيما اعلنت هاريس تقديم مساعدات، يلا اتفضل، باكثر من 1.5 مليار دولار في مجال الطاقه والمساعدات الانسانيه الاوكرانيه. وحد عارف الفلوس دي بتروح فين؟ انسانيه ولا طاقه ولا غيرها؟ وعشية القمة قال الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده لن تنهي الحرب في أوكرانيا إلا إذا تخلت كييف عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنازلت عن أربع مناطق تطالب موسكو بالسيادة عليها، وهما مطلبان رفضتهما كييف سريعا، و بمثابة أن ده طلب استسلام بالنسبة لها. يعني اشترط رئيس بوتين استسلام كييف فعليا إذا كانت تريد التفاوض في نهاية المطاف، معتبرا أن الاجتماع اللي هو بتاع سويسرا مجرد خدعة لتشتيت انتباه الجميع. أكدت وزارة الخارجية السويسرية في بيان مساء الحد امبارح أن العدد النهائي للموقعين على البيان الختامي لمؤتمر أوكرانيا انخفض إلى 82 دولة ومنظمة، وشملت قائمة الممتنعين عن التوقيع على البيان أرمينيا، البحرين، البرازيل، الهند، أندونيسيا، ليبيا، المكسيك، السعودية، جنوب أفريقيا، وتايلاند، والإمارات. يعني كل دول امتنعوا، يعني كان 91 بقوا 82. نيجي لحد من الناس المحاربين القدامى اللي عارفين، اللي شارك في الحرب العالمية الثانية وعارف كويس قوي يعني ايه حرب ويعني ايه سلام ما بين الدول ويكون ازاي، قال الجملة دي. وعلى فكرة يعني لو الكبار خدوا بيها الدنيا هتبقى بيس وهاديه. يعني بيقول المحارب فرانك كوهين المحارب الامريكي في الحرب العالميه الثانيه انه لا ينبغي للولايات المتحده وروسيا ان تتقاتلا، فمن الممكن ان تكون متنافستين لكن ليست عدوتين. نتنافس زي الصين زي غير، لكن ما نكونش اعداء وما ندفعش فلوس للاعداء عشان يبقوا اعداء ونزود الأعداء. يعني نتمنى السلام للعالم كله، أمين يا رب، وبإذن يسوع، بإذن يسوع نسمع أخبار كويسة قريب.